وما يحصل اليوم، هل القاضي غادة عنبح إلا بعد أصلا تطلع على مكاتب شركة مكتف، ولا هي تتمرد على القانون من بعد اللي طلع بالأمس عن مجلس القضاء الأعلى؟ هذا السؤال بدنا نوجهه للمحامي وديع عاقل. يعطيك العافية. أنا معك أستاذ. يا أهلا فيك أستاذ. هل يحق للقاضي غادة عون بعد متابعة هذا الملف والتوجه إلى مكتب مكتف، وطلع امبارح بيان عن مجلس القضاء الأعلى طلب منا أنه تلتزم بالأصول، أنه هذا الملف أصبح بعهدة القاضي سامر ليشع وأحال إلى التفتيش؟ لا، المجلس لا عمل بيان حدد فيه أنه تبنى إذا بدي قرار مدعي عام التمييز بتوزيع الأعمال بالدائرة ببعبدأ بالنيابة العامة ببعبدأ، وأحال إلى التفتيش، ودجا الملف محال للتفتيش من وزارة العدل من نهار السبت، الملف كله بما فيه قرار مدعي عام تمييز. إذا ما في بتوصيات بيان مجلس قضاء الأعلى ما في ولا أي إشارة بالطلب من القاضي غادة عون بوقف التحقيقات بملف تهريب أموال والتلاعب بأموال ودولارات وما دون ذلك. يعني قانونيا ما في اي اشاره لهذا الموضوع، وكذلك نحن بنعرف انه القانون ما في ريترو اكتيفيتي، يعني ما فيك ترجع الى وراء لما بيصدر قرارات. فحتما كمان قرار مدعي عام تمييز اللي هو مش قانوني هلا بشرح لي، حتى لو اعتبرناه انه نافذ، قرار مدعي عام تمييز مش ممكن انه يشمل تحقيق ديجا مبلش من اشهر ومستمر. من هيك القاضي غادة عون مش بس لازم تكمل المهمة، واجباتها القاضي غادة عون انه تكمل المهمة. قاضي غادة عون هي قاضي قسمت اليمين القضائي، وهي بقسم اليمين هي مؤتمنة على اموال وحقوق المواطنين، هي مؤتمنة عليهم، هذا قسم اليمين تبع القضاة. يا أنا رح أقول لك أكثر. نعم. بس اليوم نحن في ملف عم بحققه في ثلاث قضاة، عندنا القاضي علي إبراهيم بيستمع لميشيل مكتف، القاضي غادة عون تريد استكمال تحقيقاتها، وفي القاضي سامر ليشع هو مكلف بهذا الملف. يعني ما بعرف كيف ممكن نوصف هذا المشهد. إن شاء الله يصيروا 20 قاضي. هذا الملف بعتقد بكبر، يعني ملف سرقة أموالنا بحجم ملف قتل أهلنا ببيروت بالمرفأ، ما هيك؟ صحيح. بتعرفي شو طالبين هلأ المحقق العدلي طالب يكون في لجنة كاملة من قضاة ومعه حق، لأنه مش كافي وحده يعمل التحقيقات، ومجلس قضاء الأعلى انتدبله للمحقق العدلي، هلأ معه أربع قضاة بيساعدوه، إن شاء الله بيكونوا 20-30 قاضي. أنا رأيي أبغض من هيك، خلي قضاة لبنان يوقفوا كل شيء بيعملوه، حصورات قرص وغيره، ويروحوا يركزوا يشوفوا مصرياتنا وين راحوا، ويشوفوا كيف بدهم يردوا مصريات الشعب اللبناني. يعني اليوم القاضي غادة عون حضرتك عم بتأكد انه مفروض تتابع هيدا العمل، وهيدا من صلب مهامه، وحضرتك ذكرت انه قرار القاضي غسان عويدات اساسا بكف يد عن هذا الملف هو قرار غير قانوني. مدعي عام التمييز السابق حاكم ماضي يقول انه المدعي العام التمييزي يرأس كل النيابات العامه، وبالتالي لا، قراره قانوني 100%، ولما كف ايده عن هذا الملف يعني خلص القاضي غادة عون ما بحق الا بقى تتابع هذا الموضوع. القاضي لانك ذكرت القاضي حاتم ماضي، قاضي حاتم ماضي هو عمل سابقة سنة 2013 ما هدت 48 ساعة، بعد 48 ساعة كان متراجع لما وصلت له رسالة من وزير العدل بوقتها، وكذلك بطلب من مجلس قضاء الأعلى يلي عمل تنويه للقضاة يلي كفلن يدن. حاتم ماضي سنة 2013، لا، حاتم ماضي عم بخبر نص الخبرية ما بيكملش للخبرية، ودجا هيدا صراع كبير استاذه ريتكا، صراع كثير كبير موجود بآب، لما شبابنا يلي واقفين هلا على الطرقات هونيك توقفوا بسبعه آب، مجلس النواب اللبناني عدل قانون اصول المحاكمات الجزائيه بين اسبوع واسبوع، كثار من هلا الشباب الصغار بلبنان ما بيعرفوها مش ذاكرينها هيدي. 13 آب كان نهار اسود بتاريخ لبنان، مجلس نواب لأول مرة بتاريخه بيخرق الدستور بيعدل بظرف 10 أيام مرتين القانون، وبوقتها يعني بتمنى هون يرجعوا يقروا محاضر مجلس النواب بفترتها. هذا الموضوع كله مش مقبول. اليوم مادة 12 قانون أصول محاكمات جزائية تعطي فقط حصرية
لمدعي العام بالمنطقه، وهون كقاضي غدعون هي بتوزع الاعمال ديرتها، بينما مدعي عام التمييز هو له الحق بالتدخل في مسار الملف لانه هو واجباته يحمي حقوق الناس والحق العام. اذا القاضي غسان عويده بده يوقف التحقيق، عليه ان يطلب رسميا من القاضي غدعون وقف التحقيق باللي سرقوا مصريات الناس، وخلصت القصه. حش يبرموا ويقول لهم هلا جمعه بيبرموا حوالي غدعون لتوقف التحقيق، يودي لك كتاب يقولوا له لوقف التحقيق وبينتهي القصه. بس ليش ما اعتبرها هيك؟ حملوا مسؤوليه. ليش ما اعتبرها استاذ وديع انه هي محاوله لوقف التحقيقات ولو مواربه، بوقت هو ما وقف التحقيق مدعي عام التمييز، سلم التحقيق وسلم الملف لقاضي ثاني، ما في ثقه بالقاضي الجديد؟ لقلك لا استاذ ريتا، لانه عندهم اهم بكثير بين ايديهم، مدعي عام التمييز والقاضي جون طنوس بالنيابه العامه التمييزيه معهم المراسله السويسريه يلي جاي فيها كل التفاصيل، وبعتقد الشعب اللبناني كله صار قاري هذا البي دي اف وبيعرف تفاصيل مع ارقام حسابات، طالبين منهم السويسرانيه بيقولوا لهم اختلاس وتبييض اموال وغيره، لا عملوا شيء لا مع رجا سلامه ولا مع خيو رياض. فبعد بدك هلا انه يجوا يكملوا مثل عم تشتغل رئيسه غدعون، بعدين شو هي ملفات الفساد المالي يلي عم يتعاطوا فيها؟ وين هي؟ فرجونا اياها للبنانيين. لا هودي ما بقى يمرقوا، الناس جاعوا، الشعب جيعان، واليوم الراي العام اللبناني، نعم الراي العام اللبناني يجمع الا قله قليله مستفيده او مش فهماني شو عم بيصير، اليوم في اجماع ورا القاضي غدعون، ولكن الناس كيف عم تمشي معها بلحظات؟ نعم. عم بيصير في مئات من الاشخاص حدا القاضي غدعون. طيب استاذ وديع، بمعرض حديثك ذكرت السابقه اللي صارت وقت وزير العدل تدخل مع مدعي عام التمييز السابق حاتم ماضي ودفعوا للتراجع عن قراره، يعني اليوم فينا نقول انه الكره اصبحت بملعب وزيره العدل ماري كلود نجم تاخذ موقف واضح وصريح وحاسم من هيدي القضيه ولا لا؟ بالطبع بالطبع دون ادنى شك، اليوم الكره عند ماري كلود نجم وزيره العدل، هي عليها تاخذ الاجراء الرادع. ممنوع انه ينفرض اليوم تشكيلات قضائيه من مدعي عام التمييز، هذا شيء مش مقبول. غدعون هي تستمد سلطاتها من القانون ومن مرسوم التشكيلات القضائية، اليوم عم بيغيروا واقع تشكيلات قضائية وعم بيعملوا تشكيلات من عندهم، وهو عم بيعملها بحد ذاته مدعي عام التمييز. هذا الشيء مخالف للقانون، واجبات وزيرة العدل انه تتصرف، هي مسؤولة عن ما يحصل حاليا. طيب بدي اسالك بالسياسه وانهي معك بهيدا الموضوع، هل هو المشهد مثل ما بيصوروا البعض صراع سني مسيحي اليوم عم ياخذ مشهد قضائي، يعني مدعي عام التمييز المدعوم من الرئيس الحريري مقابل القاضي غدعون المدعوم من العهد والتيار الوطني الحر، نقلتوا صراعكم السياسي الى القضاء، هيك المشهد اليوم؟ لا لا حتما، نحن ما بنقبل يكون المشهد بهي الطريقه. هلا طبعا ما فيك تنكري انه اليوم منصب ومركز مدعي عام جبل لبنان تاريخيا هو منصب ماروني منذ تاسيس هذه الدوله اللبنانيه، هذا شيء طبيعي، ولكن نحن ما بنقبل ابدا انه اليوم نكون عم نحكي بصراع سياسي او صراع مذهبي او ما ذلك، اليوم الصراع هو بين شعب مسروق فقروا الداخل وسرقوا مصريات الاغتراب، بالمواجهه هناك طبقه طارقة طبقة سرقت الناس، هاي المواجهة، المواجهة منا سهلة، هي معركة طويلة. غدعون اليوم راس حربي بملف معين، الله يحميها وكلنا بندعي لها بالخير، لأنه أنا خيفان على حياة غدعون. ما قدروا يوقفوها لغدعون، ممكن تتعرض للقتل غدعون، وهذا الشيء أنا جدي فيه جدا هذا الكلام. غدعون اليوم حياتها باتت في خطر لأنه ما قدروا يوقفوها بالأطر الفزلكات يلي كانوا عم بيعملوا ليها. رئيس الجمهورية يغطي القاضي غدعون اليوم لأنه طلع موقف أنه خلي القانون ياخد مجرى، البعض قرأوا أنه هيدا موقف يصب بخانة القاضي غدعون، البعض الآخر قرأوا أنه لا العكس تماما، هو رفع الغطاء عنه، كيف تقرأ؟ فخامة رئيس الجمهورية الجنرال ميشيل عون يغطي كل القضاة يلي عم بيعملوا واجباتهم تيردوا مصاري الناس وتيحموا أمن اللبنانيين، فخامة الرئيس ما بيخل أبدا بما قالوا من 3 سنين أمام القضاة، بما جددوا وتعينوا
القاضي سهيل عبود والقاضي غسان عويدات القاضي فادلياه طلعوا قسموا اليمين ووعدوا بمكافحة الفساد وحماية اللبنانيين. بوقتها كمان رجع كرر فخامة الرئيس وقال لهم أنا الغطاء وأنا الحماية لكل قاضي، روحوا تشجعوا وحموا اللبنانيين ومنعوا الزعران يعتدوا على اللبنانيين. طيب بدي هذا آخر سؤال، شو متوقع يعمل التفتيش القضائي مع القاضية غادة عون لما نقل كلام عن رئيس الجمهورية أنه هي أخطأت بالشكل ولكن لم تخطئ بالمضمون؟ البعض قرأ أنه هذا الكلام رسالة وجهها الرئيس عون إلى التفتيش القضائي تياخذ بأسباب تخفيفية للقاضية غادة عون وبالتالي لا تحال إلى المجلس التأديبي أو الهيئة التأديبية. شو المعلومات بهذا الإطار أستاذ وديع؟ هيئة التفتيش القضائي مدعوة انه تنظر جديا باللي عم تعمله القاضية غادة عون، وانا برأيي رح يشوفوا انه القاضية غادة عون عن جد عم بتنبش على اموال الناس. لهيئة التفتيش القضائي كمان لازم ياخذ موقف جدي من كتاب غسان عويدات المخالف للقانون وما يكون في اي اعتبار اخر عند القاضي بركان سعد رئيس الهيئة ومع الهيئة ايضا لانه فيها قضاة كمان من جلهم وقبضيات وفهمنين الوضع بشكل ممتاز. لا، التفتيش القضائي مدعو انه يوقف حد الحق ويناصر الناس. بالنتيجه رح اختم استاذ ريتا، في تسويه سياسيه ولا ما في تسويه سياسيه بهذا الملف؟ لا ما فيش تسويات، لا ما في تسويات، ما في، نحن بعد بنشمل تسويات على مصرياتنا وعلى مستقبلنا. اي انفستر بعد رح يجي على لبنان بهذا الوضع بشوف انه ما في عداله، بتنسرقي انت بلبنان وما حدا بيجيب لك حقك. لا، تنبني مستقبل بدنا عدالة حتى لو كانت صعبة، وحتما طريق صعب. أنا بحسم لي ما حدا يتوقع أنه هيدي الشغلة سهلة وبتخلص بسهولة. هذا موضوع كتير صعب، أخشى ما أخشاه من ناحية القتل أو التعرض الجسدي. هون منصلي ومنقول الله يمر الأمور على خير ونوصل نتوفق أنه نرد أموال الناس. شكرا كثير لك على هذه المداخلة المحامي وديع عقل.